السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. رؤية لبس الحذاء بكعب عالي في المنام من الرؤى المحمودة، حيث تشير إن صاحب الرؤى سيكون مصدر للسعادة والاستقرار لزوجته وأبنائه. أما عن رؤية كسر كعب الحذاء في المنام فإنه له العديد من التأويلات والدلالات المختلفة، فقد يعني كسر الحذاء في المنام مرور صاحب الرؤية بكرب شديد وتعرضه لمشكلة تترك أثرا كبيرا وسلبيا على حياته المستقبلية. أما إذا رأت الفتاة العزباء في المنام أنها تلبس حذاء بكعب عالي فإن هذه الرؤى تدل على الخير الكثير، وخاصة إذا كان الحذاء جديدا. فيما عن رؤية لبس الحذاء أسود بكعب عالي فإنه في منام الفتاة يدل على الخطبة أو الزواج من شخص ذو سلطة. وأما عن رؤية لبس الحذاء بكعب عالي في المنام من المرأة المتزوجة فإن الحذاء بشكل عام يدل على الاستقرار في الحياة الزوجية والشعور بالأمان والطمأنينة. أما عن رؤية الحذاء الأبيض بكعب عالي في المنام فإن هذا يدل على التفوق والنجاح والوصول إلى أعلى المناصب في العمل. فيما رؤية حذاء أحمر بكعب عالي في المنام فإنه يدل على خطبة الفتاة العزباء من شخص تحبه ويحبها ويكون متعلقا بها بشدة. وأما من يرى أن كعبه مكسور في المنام فإن هذه الرؤى من الرؤى الغير محمودة، حيث تشير إلى موت صاحب الرؤى والله أعلم. أما عن رؤية تشقق كعب القدم في المنام فإن وجود خدوش في كعب القدم فإن هذه رؤية تدل على أن صاحب الرؤى يلوم نفسه على شيء قد ارتكبه، وتدل على شعوره بالندم. فيما عن رؤية شراء حذاء بكعب عالي في المنام فإن رؤية شراء الحذاء الجديد تدل على الانتقال من مرحلة إلى مرحلة جديدة بالنسبة للفتاة العزباء. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.